هذه الرياضة هذه خاصة محتاجة ملي تيعطي الإنرجي اللي يمسك، ومن دونك محتاجين لي كالوري، محتاجين البروتين، المعدن واحد التستوستيرون طبيعي، يعني التستوستيرون طبيعي عندك كيرفع من التشخيص ديالو، فيتامين دي 3 حتى هو محفز ديال هرمون التستوستيرون، ومختلف الأطباء كيقول لك أن فيتامين دي 3 كيعتبر بالهرمونات طبيعية. وكاين مكملات قريب مثلا اللي ذكرتي انت على اساس مكملات غذائيه، كتلقى واحد كيشري مكمل كيلقاه كيعطيه كيتجاوب معاه، كتلقاه مكمل انابوليك. دكتور نور الدين الازرق رئيس مجلس عماله، لبيت الدعوه للاخوان ديال جمعيه البركه اللي تيقوموا بهذا الشيء ديال كمال الاجسام، وفي هذا اللقاء اللي هو تحسيسي وهذا يعني عطيت نصائح طبيه بصفتك دكتور، لانه الاخوان محتاجين لهذه الرياضه لتغذيه سليمه صحيه، وهذه نصيحه لجميع المواطنين انهم اهم حاجه في الصحه هي الرياضه والتغذيه، وبالتالي يمكن لهم هما يستعملوا مكملات غذائيه. مع الاسف كاين بعض المكملات اللي فيها ديزانابوليزون اللي هما مضرين للصحه، فاعطينا نصائح للاخوان انهم يستغناو على هاد الاشياء المضره، وانهم يمارسوا الرياضه ديالهم دابا في هذا السن المبكر، ولكن بعد يكبروا شويه انهم يستمروا في الرياضه. وهذا نداء لجميع المواطنين انه الرياضه الرياضه الرياضه، ولو غير المشي راه هو اساس الصحه للجميع. المدينه إلا وفرتي الشروط والظروف الأساسية لجميع الرياضات يمكن لك تعطي منها أبطال. فهاد الرياضة عندي اليقين أنهم من مدينة سلا يوصلوا للبوديوم إخوان. واليوم كانت مناسبة جا وزير الصحة دشن مراكز للشباب، واحد في صابريكت واحد في بوقنادل، وهاد المراكز الصحيه كنتكلم من الناحيه الصحيه لي كوت باش يساعدوا الشباب انهم يوصلوا للاهداف ديالهم في صحه سليمه. ونتمنى انه من سلا يخرجوا ابطال اللي يشرفوا مدينه سلا، وطلع سلا دائما تكون فوق الفوق. السلام عليكم، معكم بوتاكروت احسان رئيسه جمعيات ابطال خليفه الرياضيه تامسنا. كنشكروا الجامعه الملكيه لبناء الجسم برئاسه السيد الراحي، وكنشكروا بزاف عصبه الوسط السي الزرودي، وكنشكروا رئيس الجمعيه الرياضيه الخليفي عثمان على هذا اليوم التحسيسي اللي والدكتور خلاص اللي كيهضر لينا على المكملات الغذائيه و هذا المسائل اللي خصها يتناولها الرياضي واللي خص يتفاداها مثل الدوباج الى اخره، ان الرياضي راه ماشي ضروري يستعمل الدوباج باش تكون عنده فورما مزيانه، لا خاصو نورمالمون يتبع ان ريجيم طول العام كامل طول لاني، تكون عنده نظام غذائي مزيان راه غادي يكون احسن من داك اللي كيستعمل الدوباج، لان العقل السليم في الجسم السليم، غذاء متوازن والرياضه راه الفورما غادي تطلع مخيره احسن من واحد كيستعمل دوباج وكيستعمل مسائل غير قانونيه، وفي الاخر كيدوز واحد العامين ثلاث سنين ما كيبقى عنده ما يستعمل، صافي كيتقاضى له الجهد. مدينه سلا اللي كترحب بينا وكتوفر لنا القاعات وكتوفر لنا جميع المسائل اللي نزيدوا بهاد الشباب القدام ونوعيوهم وكيشجعوا الرياضه. تقدم لكم السي رئيس عصبة الوسط لبناء الجسم والفيتنس، تنشكركم على المواكب ديالكم بالنسبة لهذه الدورة. كنشكر الجامعة الملكية المغربية لبناء الجسم والفيتنس على هذه الدورة التحسيسية مخاطرة المنشطات اللي كانوا هاد الشباب كما كتشوفوا معطشين لهذه الدورة هذه التكوينية اللي جل الأبطال ديالنا اللي كاين اللي مات الله يرحمه، وكاين اللي مرض أمراض خطيرة منهم نشفت له الكلوه ديالو، كاين اللي مشات له الكبده ديالو، وهاد الظاهره ماشي غير المغرب عالميه، ولهذا جبنا دكتور متخصص في هاد التغذيه اللي عطى واحد النصائح للابطال ديالنا اللي بغيناهم يكونوا العقل السليم في الجسم السليم، ولهذا خصنا ناخذوا هاد الرياضه
بإمكانيات وبإمكانيات و يعني شي حاجه اللي هي ضد سميتو هاد المنشطات اللي هما ما تعرفوش الخطوره ديالهم. تيخصهم دابا هاد الابطال ديالنا خصهم غير يكون غير الجسد ولا النيل الداخل ديالو تيبقى يمشي حصه بحصه. لا هما دابا عطاهم واحد هذا الاختصاص صفه التغذيه اللي هما الابطال عرفوا ما عليهم وما عليهم. وكنشكر الوزاره اللي خدات بواحد العقد ديالها حتى هي لاي بطل ما يعطيوه ما ياخذ الزواج ديال السفر الا بغينا نبريباريو بهم ويمشيو لبرا حتى ياخذ واحد الكي ديال الكتاب ديال التغطيه الصحيه اللي كيكون سليم عاد يمكن له يعطيو الفيزا. لهذا الا خصو ما يكونش عنده واحد الا قاو عنده غير شي منشطات ممنوع من عند كليا باش يسافر. ولهذا حتى هذا عطاو تحفيز كبير للابطال ديالنا باش يترينيو وياخذوا داك الشيء مكملات اللي هي طبيعيه. وشكرا لكم. الاسم خالد الرحي، رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لبناء الجسم والنائب الاول للكونفدراليه الافريقيه ورئيس الاتحاد المغاربي وعضو بالاتحاد العربي. اليوم الجامعه الملكيه كانت حاضره في مدينه سلام من اجل لقاء او دوره تحسيسيه ضد تعاطي المنشطات. اولا كنشكر السي الزرودي رئيس العصبه وباقي الاعضاء المحترمين على هذا الحافه وهذا الاستقبال وعلى التنظيم المحكم. كما كتعرفوا كما لاحظتوا كما نتوما شفتوا يعني كان واحد الحضور كبير ديال المستفيدين ديال الشباب وكذلك حضور ديال بعض الشخصيات البارزه اللي منهم فنانين ومنهم سياسيين كبار اللي عطاو الدعم لهاد الندوه هذه. حيت كان المؤطر ديالها هو الطبيب ديال الجامعه الملكيه المغربيه اللي تطرق للمخاطر ديال المنشطات وكيفيه يعني التجنب ديالها والبدائل الطبيعيه من اجل الوصول الى مستوى يعني افضل بدون مضار. اولا يعني كنقوموا اللي في جهدنا دابا هو الندوات التحسيسيه انه اللي عندنا حنا لان ما عندناش حنا شي سلطه جذريه باش نمشيو للناس اللي كيتاجروا في المنشطات او كيروجوا المنشطات باش غنمشي نشدوهم. ولكن كنبلغوا بعض الخطرات الى شنا شي واحد توصلات او سمعت الجامعه بانه هذا السيد هذا كيروج المنشطات او كيبيعها فحنا كنحيدوا المسؤوليه ديالنا العتيق ديالنا هو تبليغ يعني السلطات المحليه باش دير الاجراءات ديالها هي. فكنظن 21 رقم 21 في المملكه يعني كنديروها متزامنه في مع القافله الشاطئيه. ملي القافله الشاطئيه كنديروا انشطه خارج القاعات وكتكون في الشواطئ وخلالها كنديروا تعريف بالمنشطات والمخاطر ديالها والاقلاع عليها. كنطلبوا للشباب ديالنا باش يقلعوا منها الاقلاع عليها. لا هي من ناحيه التوعيه كاين النتيجه ولكن بسيطه ولكن خاص تدخل ضد السلطه. خاص المروجين ديالهم خاصهم يتمنعوا لان السلطه هي اللي غادي تقدر تمنع هذا الشيء كما كتمنع المخدرات وكما كتمنع يعني الكحول كذا. خاصها حتى السلطه هي خاصها تدخل باش تمنع هذه المنشطات. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.